إليك قائمة بتسع قوانين غريبة من جميع أنحاء العالم. في المرتبة التاسعة، ممنوع إطعام الحمام. في سان فرانسيسكو، إذا كنت ممن يهوى متابعة أسراب الحمام طائرة أو على الأرض وتسعى لنثر الحبوب من حولها لعلها تلتقطها لتشارك بذلك في إطعام طائرك المفضل، كل هذا لن يكون جيدا في سان فرانسيسكو ويعرضك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهك لأنك خرقت القانون. في المرتبة الثامنة، اترك كتابك المقدس. في جزر المالديف، إذا فكرت في اصطحاب كتابك المقدس إلى الشاطئ القريب أو في الحديقة المجاورة لمنزلك لقراءته، توقف عن التفكير، فهذا فعل ينتهك القانون. فالقانون هناك واضح، عليك ترك الكتاب المقدس في المنزل وعدم اصطحابه إلى الخارج أبدا. في المرتبة السابعة، لا ملحدين في الوظائف العامة. في سبع ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لدساتيرها، يحظر على الملحدين شغل المناصب. نعم، لذلك فالإيمان بالله واجب إذا كنت ترغب في تولي وظيفة عامة. في المرتبة السادسة، لا للشوارب. في ولاية آيوا، من غير القانوني لرجل ذي شارب تقبيل امرأة في الأماكن العامة، لذا إذا كنت تريد فعل ذلك في ولاية آيوا، إما أن تحلق شاربك أو تفعل ذلك في منزلك. حل آخر، وهو الاستعداد لكسر القانون وتسجيل نفسك كمجرم جنائي. في المرتبة الخامسة، الأسلحة متاحة. في ولاية كونتاكي، يحظر حجب الأسلحة النارية إذا كانت أطول من 6 أقدام، لذا إذا كنت سائحاً أو سفاحاً وسافرت إلى ولاية كونتاكي، كل شيء على ما يرام ما لم يكن سلاحك أطول من 1.8 متر. في المرتبة الرابعة، الابتسام إجباري. في ميلان الإيطالية، يجب على المواطنين الابتسام في جميع الأوقات أو مواجهة الغرامة. إنه إلزام قانوني أن تبتسم في كل الأوقات إلا في الجنازات أو زيارات المستشفى. في المرتبة الثالثة، لا غناء بعد غروب الشمس. في هونولولو بهاواي، من غير القانوني الغناء بصوت عال بعد غروب الشمس، لذلك على كل المطربين هناك إذا فكروا في ترتيب أحبالهم الصوتية في المساء أن يستعدوا لمواجهة تهمة خرق القانون. في المرتبة الثانية، لا تنسى عيد ميلاد زوجتك. في ساموا، غير قانوني أن تنسى عيد ميلاد زوجتك، لذلك على كل الأزواج وضع مفكرة إلى جانبهم دوما لتذكر تاريخ ميلاد الزوجة أو تجهيز تذكير على الهاتف المحمول، فإزعاج الزوجة مع خرق القوانين أمر غير هين. في المرتبة الأولى، لا لتغيير مصابيح الكهرباء. في ولاية فيكتوريا بأستراليا، من غير القانوني تغيير المصباح الكهربائي إلا إذا كنت كهربائيا مرخصا من الدولة، لذا عليك أن تكون أكثر حذرا لأنك لا تريد أن تخاطر بالتعامل مع الكهرباء والإخلال بالقانون في نفس الوقت، لذلك يمكنك استدعاء فني كهربائي أو الحصول لنفسك على رخصة بذلك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟تريدون الإبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحيد مجلة الوثائقيات. انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مجلة الوثائقيات، في كل لحظة جديد.